أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. القصص ديال المغاربة مع الدرايم قصص ما كتقاداش، خليكم معنا ونشوفوا الدرايم اللي دوزوا الناس. صافا واحد النهار كنا في الحومة هيدا، كنت ما قصديتو، كانت عندي تقريبا شي 8 سنين هيدا، كانت عندي واحد الكاسادورة كانت جابتها لي خالتي، فهمتي، من اسبانيا اقسم بالله، كانت جابتها لي وواحد خانة هيدا براني جا عندي ويقول لي غتمشي عند ديك محمد، واحد خانة كي فهمتي واحد ميكانيكو، قال لي غتجيب له واحد سطال د الصباغة، قول له قال لك عبد الخالق جيب لي شي سطال د الصباغة، فهمتي. انا على نيتي ماشي، قال لي اجي انا نعطيك واحد جوج دراهم بالحق ماشي ستجي وانا نعطيك جوج دراهم وانا ماشي، ويقول لي راه نشبر لك ديك الكاسادوره باش ما توسخ لك شي فهمتي في سطات الصباغه وكذا. قلت له انا على نيتي وعطيت له ديك فهمتي ديك الكاسادوره، قلت له هاك الخاو عطيتها له، مشيت هذا ماشي الدمدوم هذا الله ماشي نجيب له سطات الصباغه، مشيت كنقول له راه قال لك ديك عبد الخالق طيلو سطات الصباغه، قلت له شكون عبد الخالق؟ نقول له هذاك عبد الخالق اللي لين، ويقول لي ديك الميكانيكو قال لي مشي قول له هو يجي عندي، مشيت عنده وفين هو عبد الخالق؟ ما جبرتوش لا عبد الخالق لا كاسادورة، لا عبد الخالق لا كاسادورة لا جوج دراهم، عززت عليا ديك جوج دراهم الخاوة ما ديساش، والله العظيم مشي لها طلة فكرتيني فيها دابا اديسيني هاد الليلة، والله العظيم مش غنقول لك. هي واحد النهار كنت ماشي في الطريق هيدا وانا جبر واحد العائلة، قالت لي ما عنديش فين نبات، ما عنديش هادي، ما عنديش هادي، ديتها عندنا واحد الدار خاويه وانا نديها على نيتي، ديتها هيدا ودخلت للدار عطيتها، جبت لها الماكله جبت لها كلشي، مشيت للدار انا الغد اللي جيت جبرتها، جابت لي البوليس قالت لي بلي هذا اغتصبني وعندي وليد منه، كانت ديجا حامله هي من مشي ولد الزنقه، صافي بقيت حاصله هيداك، صافي من تما بقيت شي كنعمل الخير. كنت خدام واحد المره على راسي في فهمتي في تمارا، وعيط لي الشركه قالوا تعال تغير حياتك وهذه من هنا، دابا 10000 درهم تخدم على راسك، هذاك الشيء اللي كاين. انا زعما دابا انا 4 شهور وانا زعما هذاك 10000 درهم اللي انا خدام فيها بعدا شحال معاه 4 سنين زعما 10000 درهم، عيطوا لي تعال تغير حياتك جيت تما وداو لك 10000 درهم وبقينا طوالين. مشى على عينك دبابة واد... نغيروا لك حياتك. هاد المره قعدت تتوتر كيقول لي غير لك حياتك، قالوا لا مرضي حياتي مغيره بوحدها. قالوا لك اجي نغيروا لك حياتك، صدق غيروها لك دابا الصح، خرجوا لي على حياتك وتهاني مع راسي يا خي. واحد النهار ما علينا ما بينا الخاو ديالي، واحد سرق الخاو سرق وحمرة، شبرنا دقنقنا مزيان الخاو ديالي، ايوا دازت الايام شبرونا البوليس، شبرونا البوليس كدا ما كدا كدا ما كدا، قال لك هاد العايل سرقته ما نعرفش شنو وضربته، صدقنا في الضريبه والجرح حنايا اللي صدقنا في سرقينا، قال لك حنايا اللي سرقينا صدقنا واقيلا شي 5000 درهم لواحد باش فكيناها معاه. ايوا عاوتاني واحد مره دراما اخرى هذه. مره عاوتاني كنا في نتاهت، ايوا واحد هيدا واحد الغرسه صافي، شفنا واحد بقره كتعرش، قلنا صافي هذيك صراف الليله ديالها، صبرنا طالعين بها كنتلاقى واحد الصف فيك اني ماشيين بها اني مش اهي ديالنا وسال معها، كنطلعوا الفوق معها كنطلعوا الفوق كنجبروا مولاها هو ينزل على واحد من هنايا في الحم من هنا، ايوا صافي رامنا داز الايام عاوتاني شبرونا بوليس. شبرونا بوليس قدام كادنس قدام كادنس وماك اللي عرشتوها. صافي صدقنا عاوتاني شي 2000 لواح. كنا ماشي نمارسا فهمتيني، كنا تحرقوا ولا تبحروا؟ لا يا نبحروا سالم، ويا هذيك كنا كنجمعوا الحوت كان كيجيو فهمتيني باش كانوا كيجيو باطوس في الاخر ملي جينا نجمعوا الحوت جاو البوليس جمعونا عاوتاني. المهم واحد المره كنت مشيت لاسبانيا في مدينه اسمها توريمولينوس، كنت مشيت هاوت نبحر تما في واحد البحر، من تما ملي كنت راجع فهمتيني كنت راجع كنا كارين في واحد بارت ما تما، ملي دخلت الاسانسور حصل بيا السنسور. وديك اللي كيعدلوا السنسور كانوا جابرين طريق مالاكا. وفهمتيني عاد عيطتهم الواليد ورجعوا نص الطريق وعاد بداو كيعدلوا. شحال وتينا في السنسور؟ شي ساعه. وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهاية ديال الدرايم ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، خليونا تسمى الدرايم ديالكم في التعاليق، كان معكم أيوب جباري، تلاقوا في فيديو جديد،
وحلقة جديدة. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.